الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلت ولا الشهور فهو شهر الذي فرست صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلتها في ليلة القدر وجعلتها خير من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبتي من النار فيما أنت من علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد for خير وبركات and هدية for مرحومين and safety for all humanity from this virus inshallah and for the shifa of all Mareej brothers and sisters especially our brother Roshan Ali Mauji Munaqba Fiza Sayyid Sajjad Hussain Shah and all of those who are not well for their shifa and for the ending of suffering of all of Mazloom and oppressed brothers and sisters especially our brothers and sisters in Palestine, in Iraq, in Yemen, India, Kashmir, Afghanistan, wherever they may be in difficulty for the ending of their suffering. Let us all please recite Ayatul Kursi together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاسم معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكتبنا ومن ثياب النار وسلابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا الله من كل سوء يا الله يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا صلى الله عليه وسلم